السلام عليكم ميت مسويت مات مني خاتري مليح ان شاء الله تمسك اخكيدو من فيديو نعرض جديد كيج القصه كيج الحدث. قبل ما بدي خيث ما صرت خلق القصه يا ثما جاني دي سيجن الدار صدام قران الزوخ تقدم خيج التحيه طام قران تي وداني خيت تبعنا مره لا سيما وداني ديو حنروخ دي يقول مزويا نمسك كيس ندير شوق دي قموشان ماني ما وتيري بالفرصه الانسان باش شادي قيمي قوي ويطاس نتسجم كان عدو فقرص دي غوميج التحيه طام قرانت وتقدخ انه الانسان راك دي داخل كيسجم كذلك تغتنم خل الفرصه زو سكر تحيه جن السيد جن المتابع النخ يتيري دي النواحي النضاء قناه فاريد فولو زي النواحي النضاء يتيري كيجو مشان قناه قبوزن دي غوميج التحيه طام قرانت اخويا فاريد تمني خاتيري مليح على الشكل العائله النش. المهم ثمان يثما قبل ما تبديخ نبدو يثما ذا سبحان ذي سوساري ذي نعم سيدي بنا ميت ساعدين خرب حايزار العائله ولكن يثما حمين زارش خبرات يعني لا سيما تيري ديسن الارواح فالانسان يخص ديس شويه الحضار. على سبيل المثال يفريض النات يجنين الشباب دي شاطئ السفيحه تيرانس جيتسكيس ومطالين جبحه فاذا بهم كثير كين قويا من هي يسبب ديال الموت جنس ديسن من هي الانسان يخص سوا سيوطي شيء ثم هذه الخطا وقمانيت اكيد بنا ما يستمتع لان عامي كمل بنا متعينه نبدو غادي بحا غادي يعيش الحياه هذه شيء غادي يعيش الحياه نسيق العائله الناس ولكن باش يوضل الانسان دي المسائل هنا نتمنى مزيد من الحضار لان الانسان يثما نبدو يكيعدو ومشو مقاطنين سيمانات تران سيمانات تغيما تفقت باش الانسان هذه الشربحه نيخ هذه مس ماركين الطريقه تاع قمايت على العموم هذه يحمى بي وداني موثن هذه سبب العائله نسن هذه غير القصه يثما نهار جان القصه شي جن دار صام قران القصه يثما ثقاو انه وجد ارميه نهار توصل سجن مكالمه سجن اتصال التليفون السلام عليكم السلام لنسى وتي غرغبتي تجان تابعي المنطقه نا يعني وتي شخص نهار المنطقه ماني توقع القضيه تاع قمانيت حفاظا يعني خسر القصة مشتو ساعة على اسم جدار مية عاودا وانه اننا نتلقى الاتصالة اننا شوتي قرغبت النداء طافن خي جن منطقة قشتيني قانو فذا يجن السيد يجن الحادثة يعني مأساوية ما تحمل الكلمة من معنى يعني يجن شخبا ويحري مين يعني هو يجن السيد يقعد يجي في خفنس عايش الشجار فين تتقليلو التصن ديك جدار مية انتقلنا جيتني راحن باش تلقى المعاينه يلا خنوتم زواروت يراح يجن الشاف يراح كيسي جوج دار من دانيا اثنين سنين خدم دي بزوره على المسرح وقمت سنسمى مسرح الجريمه يا اخوان سن الله عالم ولكن انا خزا ما خاطر نضل القضيه خضرني اناش نخضرنوا فبنادم بنادم دي 33 سنه 34 35 المهم 35 سنه كنضرا بلا اول مره يزار الريث ان شنو فيه يعلق في نصايش الشجار يتقليلو بحكم انه امشاني ماني يا منايا والسيدة وجد رغبث رغبثني ثوف يعني فزار من رغبث يعني تغي ماذا يسندني توفت وخي وزغر حار غبارة مش حتى ثوف تيري دي رغبث تعجل نموس حسي دي قبجع يعني قوة إناش نخضر له فابناء مسكين يتقليلو يجن الحالة يوذن ضوان لأن ثكاث ويدت شارني جوزر تسا جنجا يعني رعراسي الناس يجن جيت شاد ماني ينقلع المهم خضر ندوفين السيدة وقمانيت قيج الوضع يعني زيد جيت وسنت سنتي وثان مرة انا شو مين عن خضر لان اخو تيقى وذفران جن السيد قصة زيت شاء الله عمرها سلعة عماسو زاس نظري ورعيب عماسو ترانكير من السبب بدي جعل انه هو يسي القرار وغادي يجي يفيخ في النس الله علم. المهم جد عرمي اناش كمعاينة يعني الملاحظة اني زرين تم زواروت لان شي بناخ السيد ذي سجن ضربة ذا صدو هي الطوت ذي شن نقر مش داخل ميتا مشي خاوي شن مشن نقنا ديز دادن السيد يموعظس يموت إنش من لاحظ عاو التاني هو أنه واس بوت سينا ذا تسمى إذا عن نصديح فيه أنه واس بوت سينا واس لذي قشعة ذا سباينا جن حشن في تينا سوى الدينت والغريب في الأمر هو إنش رث عني غيذيني سوى الدي السيدة وقمانيت نفاذيني جن رثع رثان تسيرا رثايا وقمانيت نخزا غيضا عن سن السيدة وقمت واسب والسيرا ولكن رثان تسيرا قديني إنش الناس مي قارب حد ذا غال منطقية يعني قارب غاسي سن الزات السيدة لأن ربما ديري بنا من إثيوفين إذن إساس نرثاني وني إنش لا
إن شقان الشين السن القانون هو بنا محمي ثلاثة في دمو يعلق الصوت قريبة إن شقان تسز غا التاسي عقش لحد نخن الشيمانين بد مين دي يوقعن سوى داي ميخفي قاعد وين نخمشي سيوقع الله على ما يوري خص الجاط وشي إهواد ما يتجاغس شي حاجة لأن مري جاغس شنش كواسي بتخاس ديني يريو فينت ولكن وينو فين شي ولكن رثع ذي من خذي النفا نفا ذيني رثع نجن من هذا ما استسيرا ولكن رثع تسيدا وقميت مخذ حفيان يقعد ديني وذي النفي برثع منايا بعد ما دون الملاحظة ثنثينا يبان أنه ما ذنطاحا الله عالم ما شل الجريمة مخطط لها الله عالم ولكن من يغدي بند القضية من إنش بعد ما نخضر نوفا منين نتأكد نتواصل إقدا جودان الموميك السلطات الناس نوتي قد إجن السيدي توفى إجي في خف الناس قال الحالة نسا مش تقيا إنش خضرن يعني السلطات ناني عاود تاني جانا تخص دي ماركين الحالات قين تسوا قنينات خزان مهم المار مشاني أول حاجة قلت هو رضع عني يوم أني خوفين ديني دي مواث وين تجبس يسين القارب عني فسأل يعني وذا نتجنب مثلا وفي من شامل نسنقع مثلا ومش غيج المثال وذ رضع مثلا رضع وضع وفي التميات تسن طعمان وطعمان تسجبس حما طعمان تسجبس تكسن جبس نية يتغي مغاخ رضع يوقماني تتغي مغاخ إذن رضع السيدة وقمانيت ما نسيد نجموثن ما نحد نظني الله علم ولكن يسينت كالبصمة نخشان حاج جان الدليل ربما أخي ينفع ذي التحقيق ستساوند وكإجراء التم الزورة بذن ليس انت التحقيق حاول ما أمكان السقسان يوذن يوذن جماهير يوذن ذي نحضان لأن شو التم الظلم هم يقى الفعلية تقمت هم يقنطها يوذن أنا شو التم وانظريشا ونحضخشا وانظريشا نشين خضر نفا ونامي علق مين يعني أول واحد يوسيد دقمانيد ينتقدي جن السيدي الناس سيدي النش النشي دي يوسيد نم زوارو نشا سيدي تخذي تشاهي وقمانيد جيقوا خاش ومشان نغني راح خاص قضيخ الغرض فهم يجي الطاوحق لين الوخ هذا الشيء وميدا أخضر بشتك خبري دين السي هاي وقجاية اني غسدك خصة دي الغابث وخذ جيرث السكخ لأنه اختصار وبريدينش ولكن وميد غافخ الحردة الشي وفي خذ من المعلق فبالمناسبة يعني برمي اكتشف المنايا اكتشف انت قوى الشي واكتشف نبوها الصبح اتظام من بعد ما يموت اكتشف نبوها الصبح صافي المهم السيدي الناس نشوى أول علاقة الموضوع يقال محضر النص يوقع خاص ساس انتجدار مين انت مرن حتاج جدن رغا وتكماني كذا السيد نواق ماني تسنط مع روق موثن لان اسمه السمت من عنا ما فلان 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 قميص فلان كذا الله يبقى بس يا حمي يا حمى بي قاسي جو ماس السيد هو وجههم تزوجات قاسي جو ماس نبقى متزوج فحاول ما امكن ذاتهم العائلة الناس بس مساعدة المقدم توصلني جو ماس وماس يحضاد يحضاد ذيني جعاد وثيسين عاد تما يخضرد يعني جاندي الإجراء صافي السوانتي تزوكسوني يسين مين يسين يعني استيفنتي لامبيلونس وماس نخشد وميد غايخش لان سوتي قوم ماشي توفى ما تزاضي ان شوتي وز ما تزاضي الحاله النينيا وما سوا قمانيت يمغاخس خصي دواء يكتوفى لان سوتي وماش من زعما هذا خيني خص من دافع يعني خص السبب يبو ذا ناتين ده هادي سيدي يجي في خنسير غير ثلاثة قمايت ان شا سيدي وما جن من ترانكير ويتنعديشا ويتكشا ولكن مؤخرا جيرش نفسانيا جو يجيبو مليح سنيني ذبوها ريوا لنسمعك شن دليل ميزي تقاضي انه ذبوها ما يتبع غاشا مضبيب مثلا ما يسشن انه عندوا كذا انه نسشين السمنة مرة ذبوها ريق قانا سبوها ريش شواغل يعني راح مضبيب نشو بتيق السيدة ومختل عقليا مرة مختل عقليا في الفاميليان ستيش ناس نديش ماركا الدواء الدواء اني قانا سيخصة تيسو سيش النظام اثي تبع يمكن هي الساعة مدي يمكن هاي الساعة انتي المواكبة العائلة انا شوتي ونحوا وضيب ونحوا شو ومشان ولكن وما ويجبوا مليح مؤخرا ويجبوا مليح صافي وني انت خضرا اجدار مية ومي قل المحضر نسن الا وما ساس قسنت كذلك من يجه تجيد نعارة من يجه جديد نعارة نشجي خذي الدات طبعا نسنا شوتي جي جديد الدات كذا المهم دون ناس المحضر شاهدا نس نوذني معرضين يحضان
مرة تما واش نشهد مثلا صافي السيدي سنت. ولكن ما يموت الانتحار، ما يموت سجيف، ما يموت شانس، ما يموت لانه يموت واش نخدمش، لانه هذا يستنقيت الدم والسجيه من هي اثيدي ثبت طبيب اطبيب خاينين وتي ما يموت سخناق، ما يموت سجيه، ما شان حاش ثناني. بعد ما السيده وقمانيت يسين ترى طبيب هذه حدد الطريقه من زي موت حول ما امكن جدارميه. بعد ما السيوني قال جولان انا سوتي قسيد نيوني كنشك ليس وجود المتعاليه لانه عفوا وجود المتسل انتحار، ولكن يمكننا ديريز جن جريمه قتل لان ما يمي ما تسال مكيدي مليح يخفنوم. بعد ما زرين جدارميه زرين السيده هو يتوفى من يسغيس بني بنا من الضربه ذا مسدو هي تطزي زوت مرين طاحا من يسغيس بن يخابيش ندا ذهميجة مرين طاحا مرين طاحا بنا ميك تنطاحا نيبان تيري غاس الضربه ذهميجة ونصو صافي لا قلة ولا أكثر. ذيني الحوايج تشخص يتمطو طبيب أنه يعني ربما ذيني يري مثلا جريمة القتل اللي خذ الانتحار ذا طبيب غاي حد أدن ذور غا التحقيقنا. بعد ما الناس منيا عفوا منيا اني بها العمي الوكيل الوكيل الناس ما راهو مشان يعني شان الاجراءات تورى مني نمتيقن عم قتل البحث عم قتل البحث ولكن انخزع هذا التقرير المضبوط في مزوع من خايني واش جريمه قتل واش مثلا الانتحار. ما الانتحار قتل في صفيه تثني مساله بينها ولكن ما جريمه قتل غير خدني نتعمق من البحث. المهم يدور التقرير المضبوط التقرير المضبوط ان شوف الثقه السيده و وجبود الانتحار وجبود الانتحار ما تجيب موت لان جيبان الاحتمال ذا مقرن انه يتوانغ وشي يتوعلق ذيني ما يمي لانه اضبيب من يقاس سيد ما يموت سل الانتحار لان روخان شمني واز وتشارح شو ولكن انس فهم ذي القضية باش مزيان مثلا يسيد اني سيد واز بنادم ذوا عاسش جيف ذوا او رغا واز الجسم انسان احميك تنطاحا تيقص غنقيري أصغر نحميك نجبا ذلك إجبذ والعمود الفقاري خيناث خوش جيف يتنقرع حميك تنقرع صافي ما يزوراني ذيني قطون سكورشي بالإضافة إلا تفو ذيني بود ميسعين في السمين هذا العياذ بالله إثما يعني وذاني اكتخطان الطريقة يتقني هي يخفنسني الحياة نسن يتسميجن الطريقة وحريس وطس فمنا ميت حسب ينغيخ في النس والمصير من هذا ينغيخ في النس قال المصيرون سوى الجهنم لأن الله عز وجل مشي غنى القرآن الكريم ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فالإنسان ما رأى أي حاجة يجي تخفنس ذي التهلكة يتحسب يتسمين غير خفنس. على سبيل المثال أو مش المثال مثلا الوشم ابن آدمي وشم يخفنس تقسده في ذي خفنس يجنس اسم خالي خر الرمداد الرمداد النوني وشي خرق يتعب يتعيش ذي الدم لا أبدا لأن مريق عبي سيد عبي خرق خيري يخرق زيس بنا ميت جيد يتكون زي السرطان الدم السرطان ينقيث اقش بنا من غير خفنس سجن طريقة غير مباشرة العداء نش حوايج من بينهم عملية تجميل من بينهم التص الموضوع هذا مقرن لمن هي مركاس السور. فالإنسان يخسر يسمك شو سيلانس من هي ويخسر يدخل الانتحار. المهم وطفه في القصة التص باش ندور ده بريد. المهم السيد نين نشو ضبيب قش جيفن سوين فكشا خارم ثنس السيد قش ثمني والطريقة مزيق موت يموت خنقن يموت يعني سو مواص ويموت وصل الانتحار. ومي غايه وطبرتها غا الوكيل الناس عم قتل البحر خدني جدارميه. بعد ما كون مثلا تعمق البحث ويزي غاب لان انا شو تنخزع الاصدقاء السيده وقمانيت ويجي تعشى. فمي غا اكتشفن انه السيده غا تيجو من دوكر الناس جو من دوكر الناس الروح بالروح زقوم يتكال 12 مارا تفون مارا تغيمان مارا الى اخره. السيده وراح نغاس غدا جدارميه خضرنا فين دين طمغة النص لنا سوتي قناة الزفران جينا الاستدعاء وذين توفين شاء لنا شغلتنا ينون زينان وفي ذاكي نخذي لبريقات يخضر السلام عليكم السلام السيدفيث السيدني كلفن خلق قضية واثنين يتسن إناش السيدفيث السلام عليكم السلام لنا سوتي السيدني كتوفان لم تكرنش الروح بالروح وشينو خاكنس خارق إنه السيدني وني قوي موث ومنطحر السيدني وني توانغ يتوانغ ونسين ووثين غين بحكم انه وش كده مدوكرنش جتعيح مارا تغيما مارا
كل شيء تستنتخس ما ندم دكر نشي عيز سخك الزوغ تعاونث باش شاس نتفرح قنس أنا خزاوي قنغي نسيدة وقميت من السبب ما مثينا السيدنين أنا شخون نوتم زوارو تومي جا عادية لنبدا السور كيدس سجن الطريقة عادية يوشخ تصريحات عادية نشو التيقة سيدن شو أمين يخسارة حاوة الناس نتاين نسو التيقة ويبوريشة أبوري ويبوريشة نش السياد ويتكيف ويس وينفح ترانكير ويتعدي حد سقسات خاص أي واحد يتشع بالنسبة وميث قام في القضية انتي بورية ويبوريشة لأنه شو تتغيم يخكيس ما شو تتغيم خي قبواري تعاش عاخت وجي خماني وصفا مصفا خي قبواري ما يمكنش إنش ولكن لنجن القضية النانية وذان ما رس انت أزل السيور خلان شو أنه سيدة وجه أس مشكلة قومس أس مشكلة ظام قران مشكلة نرواث وأنه بابت سني توفى نهامك توفى يجيس نشنت معث جيجن المنطقة ثم معث النية جواس والقمة ولكن بعد ما توسيت جزيئة يعني تقارب تندينت ثم واحد نيت ويدفغ المجال الحضاري يعني جهة جذير كامبو ولكن رقم التوسع تندينت ثم واحد نيت دور غاسي جن القمة طمقرانت إناش ف السيدواء وما سمقران يعزو دي الزنس ثم واحد نيت لأنه يسيدي جن المون عيش عقاري جن السيدي السق ثم واحد يتعوذ زيه موعد يوشاس النجم بلغ مطلعاشين ما مقران هذا سيبنا العمارات هذا سيبنا إناث هذا سيناس انتي عاود ربيع إن شو مسني يعزو دي الزنز ولكن السيدوة يقارن سوتي قدم واثني رخي الله ذو ذفت يعني تجزي آيثا قمع المدة ثم واثني تكتير عشير مغانت واسن تمعليش تنزنز إنش ذو الصراع يتجذيني جارسن تقريبا عام وزيادة نهني نقان جب ذوي غاك في الموضوع وقمانيت انتم واثن بعد ما ثوضت ثبرتا إير مخزن سنن من ليست القضية من قين باش تأكد نص الموضوع وقمانيت لأنه وين نشو التيقة بدأت جي جاذي الصداع يقوماس بدأت منغان بدأت فكانت نيودان ينشو التيقة بدليل أنه ويجوان ربدا تفكان ليس السيدوة تشكانت تصريحي سنوشا خ المحضر روا خ الشهادة يثقمانيت ينش فننتقل غاس غا 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 جوانس إنش جوانس نخطر غاس الناس نوتي قا نعزون السقساقين القضية السيد نكتوفا نقماني تيجي فيخ في الناس الطبيعة العلاقي قومس وش جينش نصلا جارس واش كذا كذا إنش وتي بشهادة وذني ذيني وستغن مارا إنش وتي قاثنين ومثنين يوميا تقريبا قندرة لدرجة أنه نشين كارنت في كذيسن الفكوا نعاودي ونسف غداي نشوف المشكل هو راس نطوع انت الداف ما يستفن ديشتنت وثداه نسن غادي خير ديشتنت وين المحل نسدا وين عاود ثاني ميكز دغيك ما نسطاو نسق مانيت زدت تفنس قيش طواض تعيعنا يويات كنا يويا وكتوفون دي المشاكل اللي نشين كرنت نفك كون نادي سينا ويويا مغنا يويا سني سيدا وقمانيت قحقا نهارني قبل ما توقع القضية ثقمانيت منغن انتقديش نسيدين اثنين سنججوان انا شو تيقا نشينين يفكن ونستيفيد انتا داعث نفكيث الناس وتين الله يرحم والدين كثر حيث جعرهم فواثا فاقت تخنين ثم قرنتا كثير جنش حيث مياه فاقت يخفنهم يجي دي عيش وحس يجي دي عيش وحس قد هلك ما اناش نستيفيث نفكيث ولكن في وش نصورنا نيفودين تاحا الله أعلم من يوقع جعرس ما وزغاس الدنيا ما يعزو ديها ورزي المشكل وشي قمانية لأنه جد عرمي السنين لأنه نجريمة قتل ولكن عزون خلقاتيل يجان تقريبا نوض غاس فبعد ما وشي ناس يعني الأقوى لينا ورنينا انتقل على المجتمع الرئيسي دي القضية اللي هو ذو ماس وما سوى قمانيت قاق من خاص سني سوى انت كيسن سوى انت خضرنت ساسنت نعم سيدي لأنه سوتي قوماش ويموت وصون طحا وماش هتحدثين غين إينا شوي عين غنو ما قوم الترانكير قو خججو شوي دواري دي العقل نس لنا سما وصقا بوهاري وني أولا لإنو عاك بو الشهادة باللي اللي زغاضي بلا السيدة بوهاري الشي ماذا بوهاري ما الله عالم ولكن من أخيهم من دي ساعتا وأنه السيد يموت مقتول المهم إينا شقي مخزاوة ومسغاني نوتي قا شك متهم لأنه بشهادة الجميع بلي اللي جاك صعيب ومش
نشواق خص ضخ خروات كذا، ولكن من يوجد السبع السبب باش نخو ما قنشاو ما سعي الزخ كذا ما نشو جبنا عمي بوذا عذين غومس لنا سوتي روخو حقا ويلو تشين قنك الإجراءات النخ ما يمنا ناش نستعسيد نسني لو يتعترف شادي انه واخس والدليل ذا مزوارو ومتهم وبدون يتسمى دليل إنش نسي الأمر زغنية بالعامة أن ريحة دهنس إنش ومي غان خضر نخضر ثمغاثني كما سنتفتش يلا 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 مخفي نعزو نش نعزو خسيرني هم دي شاخ دي القضية ذا مزواروت القضية ني نرعباني تسيرا إنش نفتش يلا 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 إنش عمي نخضر غايش نوع تسيرا نوع تسيرا غير قربني غاح نجبسني متطابق وجي متطابق من ناحية الشكل وين إنش وخار هذا القد رقد نتسيرا ذي 42 وذي 42 كيف كيف إن شوا ديجن الدليل ولكن وجود دليل قاطع لأنه مرث كم كذي ما يمكن سيريت لأن سيريت وجي استغيت ديجن منها ما استغيت وا استغيت وا استغيت وا ربما ذيري شان القاتل نغني غاسي سيرا التينية ربما ذيري القاتل شان نغني قنت سيرا ننفران يسين زي العائلة قنيت انتي فغيق القضية نغني ولكن مالك كان نستخدم شوية نجاح السيد متهم والدليل شبه دليل نفيذ ولكن قيمة الدليل ميزيت غنورت نيشان هذا السنين لن تيقن غين وماس خموات إنش مهم نسي هي سيراني ثم غاثوة السين ما فرصها ما يتعود إنش نخضر أجدار مية نجيج اللي اجتماع جارا هو قد دليل ولكن دليل غير قطع وخنس ساساس تبو داخل وشدها شي نهي سيرا وجهو غاية جنتوا لأن هي سيرا وجهو مش نقول البصمة البصمة هي ثمرات نيداسي بنام قوفيخ البصمة نشتي مسرح الجريمة هي ناس تستغويث لأن ما يمي البصمة يشتي خيخ قصي ضعب ولكن تي سيرا لا تي سيرا الطاس إكس فرنس الأنواع من 43 42 الرقم دي الجنة دي 100 100 200 300 عادي إناش من قال خطة واندور تذد دهنس نخضر استدعت تماهنس السلام عليكم السلام ناس سيد لاكارت ناسيونال سلهيبه ني جدار 100 جيب ني خضر غاس نشتي سيد لاكارت ناسيونال نستهواتي نقيسري متجيج نبيرو حدس اناش نندي نندي ولكن السني لا القضيه دايس انا ولا صار اناش ومي غنسيفرا غايج نبيرو انا سال الناس نطمنيني عايز نم كيعترف بلي لا نتقن غير هماس وانت غاش فرصة القضية ونشي نقا نسني كلش كلش نسنيت وش مقام طورتا دي مانية فاروخا وشاخ تصريح النم وشاخ المحضر النم وشاخ الشهادة النم باش على الأقل شما تفوض بو أنه وانت نغي دي القضية أتفوض كشاهدة وزريد من يقال فثم غاثة قماني تكتين تنتث سوايا جنسي تسمى مشار كتين تنتث سوايا ويا فالقضية تعتمد أن تتسجد دار مياد المخزن لأنه تيراس نيجن الطريقة قانا سم الشغل الاستدلال بالترجع سم تقدر سيبنا من حاجة عكس ولكن تقوض على الحقيقة فإن شمي سنين وتقعي يزن معطارف قوي تفوشا قصافي كذا خروخا مطوررتا رشم كيسي القضية نش تكون مصر ترو 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 نش نجي تعامي ثعيح نش نشو من يخمين يقان شو تقن عن 22 منغن اما شنو البدا شينا يويا والقضيه انت مواثم شو مدعوث خنا مو مدعوث خاوت ثاني ثم مواثي جات انت دابا بس تجزئه كذا كذا نشوتي المشكل اللي غاس نجواط هو ويا زودي الزنزايه زينو ويوقدي الزنزي قال شو ثقه ثم مواث عادتك كتاضي نقوم شني لانه هو جبوش توني غاتسواوا يناش من غن يسيد فران فران فكنتن على حسب نيشان امشي خنني وذني ني لان جنزري ندير الاستجواب قبل فراني فرانا شو الثقه السيد فنتن وني جندع زريق عزر نتا واخا من السيد فنتن ني سنقي من كيدس هيا زينو قيا عاد غدا مش ولكن راه مديت تفاجئ اختي جن القضيه القضيه اذا قميت هو وما يعني وما سنت ما عطيت قمانيت نش يسيد الى غس وايا زينو التليفون يقصا كيدنا قمت قصا تقصا تقصا ثناش اخر ساعه يزينو اني كتحط اني قان شفران شنت قايج نستعبي زتنق هو واحد شخص مبقى كره خدمي هذا واحد انش ثنش مهم ومي غكا ثنش قاس كيفاش الخوما يوسيد نهار غوايا زينو من قاعد كن لا سيما يوقع دين صدعني دي الدار يقوا الشيء ثنش وثخ سنعمل خا حميد تسخ ولكن تسجيل تخزح ما يتوقعن ثنش توري خايا زينو لا ثنش عفوا وجود عايا زينو دوما
ناشي راه خاص اربيت نسيدني يسقى خاص طق 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 ناشي فوضي كوما تيستور كيس ناش كيج اللحظة يمي سي خاص وعيا زينو يحاط خاص حاط خاص امو زيري خاص ناش امي خاص غاي ندوق جنة يعني تبتي ديه مواتي تساساسي في السن تما ديه ميجا ناش وما يجبذ ناش نقرع دو مخفي دو وضخت ناش جيس مواتسيت يتفاس ديه ميجا ناش وخاص دي قاعد عمي يسي الصوف غرامة ذو ماسي حصرة ناش مهم امي غاي قمية يوفى بو حبر نسيرح بحكم انه عيا زواق ما يتنتمغاثا جي صح ونغني جي جي شوي دمي جديد سيدني جي جي قليل الصحة صافي ينغيث ونغني والسين خما يمي غيثي دي استدعى ما جي تغير كيسي معاوان ولا والسينخ ولكن بعد ما تعرف سمانايا توقع خل المحضر سيث ناسي ونغني المحضر ناس تنغيث الشيق نغينو ماشي ويوفي ميغا ترجع بالشهادة نتمغاثنس توقيع كذا و وماس نتمغاثنش يحظى ذا جنيج المذكرة ديريكت راح نعيش نسيت هو ذو ماس نتمغاثا وقمانيت جبد نتيت وميتي دغا جبد ينضوي ناشا وتي اللاقا نشواعي وفوس ديمانيا ولكن الشهادة وتشماس جات طور رطيت والدليل نغني هو من بعد دور نغام صرح الجريمة وفين دينيج نراثا ولكن نراثا عني يمحى نيج ماركن سيريت وذا يسبو راثا قاقا ويتبين ومي غا خزانو فين راثا عني وني فتشن دورنا ثده نسيده وقمت وفين دين راثا عني سيريتني نسيده وقمت كدليل يعني ويستنعين ثانوي إلا لأن أصلا الشهادة وتشمس كافية بالليلة إيش عشد يدقين هذه القضية المهم بعد ما وقع نخل محاضرين خشهيدة هنا يتسمس الاعترافات نسنس كورشي عذون قضية تحقيق قضية جلسات وقمانيتي جن يسبب ذي القضية إذا ومسا يتوحكم في المؤبد يجيسي أما يعني ومسا جن شاهد فوشي ناس يجن درت سنين لأنه جيز رامين يقعن ولكن ويسير شاذي القضية ثم غاثة ثاقث في البراءة لأنه وثقي رسوفوس رسوضة ذي القضية بعد ما القضية تبلع عيثما من خسو من إخوة شابان وري رواث رواثان يكيبكي من غون الجارو كفاقن العائلة كفاقن نيوذان مع العلم أنه كرشي قطة المشكل العصر مية دي مية مشكل العصر وقمانيت العائلة مشي قين تفاقية تسبب رواث ونجيبوش العائلة وذا سيودي في المشكلة وقمانيت وجي من غاني خيث ما كرشي تسمت كرشي تورمت نتمنى إن شاء الله الحفظ السلامة سلام الله عليكم جميعاً.